المؤتمر في مصر كانت ادت دفعة للنقاش العام والاهتمام حوالين موضوع من زاوية شديد الأهمية ومن زاوية تانية لا يحظى بالمكانة المطلوبة ليه. الدول النامية لا زالت تواجه مشاكل كبيرة جدا، واحد فيما يتعلق بالتعامل مع تغير المناخ، اثنين فيما يتعلق بأثار تغير المناخ وعلى رأسها الكوارث المناخية اللي احنا شفناها في باكستان وفي نيجيريا وفي جنوب أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي الدول الجزرية. وفي قدام ده مفيش تناسب في الدعم اللي بيقدم من الدول المتقدمة سواء لتنفيذ تعهداتها أو حتى شوينج سوليداريتي مع الدول النامية اللي بتتأثر. نشتغل on our own، لازم هيبقى فيه نوع من التكامل والترابط والتشابك ما بين سواء كان الدول العربية أو ما بيننا وما بين الدول الأفريقية، وده بيتم وابتدينا نشتغل عليه.